عبر وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي عن الفخر والاعتزاز ببسالة أبطال الجيش وإلى جانبهم رجال المقاومة وكل الشرفاء من أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم وفئاتهم الذين يمرغون أنوف المعتدين في مأربة وكل الجبهات القتالية على امتداد الوطن. وقال وزير الدفاع خلال استقباله اليوم كتائب من محور أبين وصلت محافظة مأرب للالتحاق بالقوات السابقة المشاركة في المعارك ضد ميليشيا إيران الحوثية. قال إن النصر سيتحقق لليمن وسينعم الوطن بأمنه وسلامته وسعادته ويعود لحاضنته العربية والإسلامية. ونوه الفريق المقدشي بتضحيات ومواقف كل أبناء الوطن وأبناء المحافظات الجنوبية في معركة التصدي لميليشيا إيران الحوثية، مشيدا ببطولات ألوية العمالقة وتضحياتهم النادرة في مواجهة العدو الحوثي الإيراني وكسر شوكته في محافظة شبوة وغيرها من المناطق. ونقل الفريق المقدشي للأبطال تحايا القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، معتبرا أن انضمامهم إلى المعركة والتحاقهم بزملائهم في مواقع الشرف والفداء سيكون دافعا معنويا للمقاتلين. وقال وزير الدفاع سندخل صنعاء وسنرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران كما وعد الرئيس عبد الرب منصور هادي بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يقفون مع الشعب اليمني وجيشه في هذه المواجهة الوجودية ويقدمون الدعم والدم لصد المشروع الفارسي الإيراني ودحر أطماعه التوسعية. وأكد المقدشي أن أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية لن يتحقق إلا بزوال إيران وأدواتها الميليشاوية واستعادة الدولة اليمنية المستقرة وفرض السلام الدائم في اليمن. رافقه خلال الاستقبال رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبد العزيز الفقيه ومستشار وزير الدفاع اللواء الركن راشد عتيق ومدير دائرة الأمن العسكري العميد الركن عبد الله اليمني. نرحب بكم ونتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله ستكونوا جزء من النصر الذي سيتحقق. فزملائكم من المحافظات الجنوبية، من لحج، من عدن، من أبين، من شبوة، من حضرموت، من المهرة، شاركوا مبكرين في هذا العرب. عندما بدأ الحصار على مأرب كان لهم دور كبير، وكان لألوية الحماية الرئاسية دور كبير، يعني كسرت الحوثي وكسرت هيمنته. ولا تنسى نذكركم كانت مأرب في 2015 هي البادئة لدحر العدو، وكانت التنورة الذي كان العدو يدخل كل المحافظات إلا عندما وصل مأرب كانت التهمت قواته، وكلما درب من قوات جديدة تلتهم مأرب. إن عدونا الأساسي بالدرجة الأولى هو الحوثي. الحوثي هو عدونا وليس لنا عدو غيره. الحوثي هو الذي قسم اليمن وشتتنا ويحارب عقيدتنا ويحارب أمننا واستقرارنا. إن شاء الله سندخل بإذن الله، نحن ندخل صنعاء وندخل مران كما وعدنا القائد على القوات المسلحة أننا نحن نسرف على اليمن في مران مع قل الحوثي، وذلك تحت قيادة المشير الركن عبد الرب منصور هادي ودعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أنتم لكم دور بطولي في كل مواقفكم، وإن شاء الله ستنعم اليمن تحت المواطنة المتساوية. فنرحب بكم ثانية، وإن شاء الله تكونوا مشاركتكم مع زملائكم فعالة.